قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. بشار بن برد. هذا البيت أوحى لي بفكرة. معظم مشاكلنا تأتي من عدم الاستماع الجيد. نحن أناس نحب أن نسمع عن وليس نسمع من، وهذه مشكلة في بني البشر. لذلك قررت أني أبدأ تجربة جديدة، ربما لأني واحد من ضحايا سمعت عن. يا أخي اسمع مني، اسمع مني ولا تسمع عني، فلربما ستغير وجهة نظرك. اسمع مني ولا تظلم.